الحياة والأفاعي. أطول أنواع الحياة هي الأصل أو الثعبان المتشبك الذي يعيش في جنوب شرقي آسيا ويصل طوله إلى 10 أمتار، ومثله الأناكوندا في أمريكا الجنوبية التي قد يبلغ طولها بين 8 و9 أمتار. وأقصر نوع هي حية الخيط في جزر الهند الغربية التي لا يزيد طولها على 12 سنتيمترا. جسم الحية الطويل يشمل الذنب الموصول في الجسم بطريقة لا نكاد نفرقها، والهيكل العظمي سلسلة من قفص صدري طويل قد يبلغ عدد أضلاعه 400 ضلع، تمتد الأحشاء الداخلية على طوله، ويمكن للفم أن يفتح واسعا، وذلك لتمكين الحية من ابتلاع الفريسة. وضمن الفم أسنان حادة بعضها قد يكون ساما، ولسان الأفعى طويل وقد يكون مشعبا، واللسان يندفع خارج الفم كالسهم ثم يرجع إلى الداخل باستمرار حتى عندما يكون الفم مغلقا، لأن للحية فتحة في الفك الأعلى يخرج منها اللسان، والسبب في ذلك هو أن اللسان يحل محل الأنف فيلتقط الرائحة ويحملها إلى عضو داخل الفم يميز بين الروائح المختلفة. وبهذه الطريقة تستطيع الحية أن تحس بوجود طعام أو أعداء أو أنثى أو حية أخرى منافسة. ورغم عدم وجود أرجل لها، تستطيع الحياة أن تتحرك بسرعة فائقة على الأرض، وتتسلق أغصان الأشجار، وتتغلغل في التراب، وتسبح عند الضرورة، وتتحرك بطريقة لوي جسمها، وقد تلتف على نفسها ثم تقيم الطرف الأعلى من جسمها فتندفع إلى الأمام، أو أنها تلوي جسمها إلى الجهتين فتندفع إلى الأمام، وعلى الرمل تتحرك بطريقة جانبية. ويمكن للحية أن تنساب إلى الأمام بدون التواء، مستخدمة في ذلك الحراشف في أسفل جسمها. وتعيش الحياة على العموم في الأماكن الحارة من العالم، أكثرها على اليابسة. أما حياة البحار فتكثر في المحيطات الاستوائية، منها نوع يعيش في الماء كل الوقت ويلد صغاره حية مثله، وأنواع أخرى تخرج إلى الشاطئ من وقت إلى آخر. وتصطاد الحياة حيوانات أخرى لطعامها، مع أن بيض الطيور هو المفضل لدى أنواع متعددة. وتكتفي كثير من الحياة بعض فريستها وإخضاعها، بينما لغيرها أنياب تنفث سما قاتلة. وسم الأفاعي قد يكون مميتا للإنسان، ويموت حوالي 40,000 بشري كل سنة من قرص أفاعي البوا. والأصل تقتل فريستها بواسطة الضغط، والطريقة هي أن تعض الفريسة ثم تلتف عليها وتشد بكل قوتها، ليس لتحطيم الفريسة بل لمنعها عن التنفس وإيقاف قلبها عن الحركة. وأكثر هذه الأفاعي ضخم، ويعيش على ضفاف الأنهار حيث تفاجئ فرائسها عندما تأتي لتشرب. وهناك أنواع من الأفاعي تعيش في الشجر وترتمي على الفريسة عندما تمر تحتها، وعندما تموت الفريسة تبتلعها الأفعى كاملة، وذلك بفتح فمها واسعا وابتلاع الجسم. والحية التي ابتلعت فريستها تظهر منتفخة بجسم الفريسة، وتضع بعض أنواع الحياة بيوضا، بينما تولد أنواع أخرى منها حية، ويكون شكلها في صغرها مثل شكل الأنواع المكتملة النمو. وفي أثناء عملية النمو تخلع الحية إهابها أي جلدها، لأنه لا يمط ليماشي نموها.